معكم طالب محمد إسلام من الجزائر. التطرف موضوعنا اليوم هو حول التطرف. التطرف يقصد به اتخاذ الفرد موقفا متشددا المواقف الاجتماعية التي تهمه الموجودة في بيئته التي يعيش فيها، حيث تشهد المجتمعات اليوم انتشارا واسعا للتطرف، خاصة في دول الغرب التي تكن العداء المسلمين وحملات التكفير الإسلامية. ترجع أسبابه إلى التعصب، الجمود الفكري والتخلف الجاه، عدم قبول رأي الآخر، التعامل بخشونة، سوء الظن بالآخرين، العزلة في المجتمع، حيث يجب الوقوف جميعا تضافر جهود لمحاربة التطرف بكل أشكاله. فلا حل للتطرف إلا بالحوار والتواصل بين الناس وإحكام العقل والعودة إلى الكتاب والاهتمام بالشباب لقضاياه واهتمامه وطموحاته.